أنا عامل من 2003 لغاية 2019 عامل في بلدية الرميثة. نعم. وهاي السنين كلها 15 سنة أجير يومي. إجت تعيينات وما عينوني، وإجت عقود وما خلوني عقيد وأشكال. وبقيت على 180 ألف من ذاك اليوم لهذا اليوم. شلون شليت؟ انشليت أثناء الدوام الرسمي. بيوم الماطرة الدنيا كلش وفاضحي المعلمين. إيه. وقيم مقام صاحلي وركضت. إيه. ها استاذ. ونشليت. وطحت بالماي. أثناء العمل بالجلطة صابتني وطحت بالماي. واللي صار شنو؟ وشهود العمال. شهود العمال جروني للرصيف. اللي صار شنو؟ انجلطت. وانشليت. ورقبتي 9 أطفال. 9 نفرات برقبتي الله مو شو. أنا أشهد المحافظ وأنا أشهد الوزير أن ينظرون لقضيتي. وهي قضية إنسانية. زين شلون عايش حج؟ عايش على راتب أخوي الشهيد اللي هو 340 ألف دينار. حصة من راتب الشهيد.